السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس الإملاء للصف الثالث متوسط، عندي علامات الترقيم صفحة 131، راح نشرحها مع حل التمارين. راح أشرحها بالكتاب، يعني بالكتاب راح أشرحها وأشر عليه. أول ما أجي أعرف علامات الترقيم، هي رموز توضع بين أجزاء الكلام المكتوب أو في آخره لتيسير القراءة وفهم المعاني التي قصدها الكاتب، التي يعني قصدها الكاتب، وبيان مواقع الابتداء والوقف والإرشاد القارئ إلى تغيير نبراته الصوتية في أثناء القراءة بما يناسب المعنى. هذا حفظ، نحفظ علامات الترقيم تعريفه. أهم علامات الترقيم، نجي على هذني طبعا علامات الترقيم، الفاصلة اللي هذا هيش تنكتب، شوفوا توضع بين الجمل الطويلة المعطوف بعضها على بعض، وبين الجمل القصيرة وبعد المنادى، وبين جملتين الشرط وجوابه، وبين أنواع الشيء وأقسامه. هذه الفاصلة أريدكم تحفظون الرسم مالت الفاصلة، والفاصلة المنقوطة هي فاصلة وجواها نقطة، والنقطة والقوسان، وهاي علامات، علامة التنصيص والشرطة، هذا الشرطتان، الشرطتان وعلامات التنصيص نحفظهن. لأن كم وحدة؟ 1 2 3 4 5 6 علامات الترقيم 6. راح أجي أشرحها هنا، من هنا نبدي علامات الترقيم. أول ما أجي أخذ الفاصلة، الفاصلة توضع شني؟ قلنا توضع بين الجمل الطويلة المعطوفة بعضها على بعض، مثل الفاصلة التي وضعت بين جملة، شوفوا أول ما نجي قلت لكم حفظوا علامات الترقيم، أول ما أجي الفاصلة هيش تنكتب الفاصلة، شون تجي على شكل شنو، يعني وين توضع أحفظها، وضعت بين الجمل الطويلة المعطوفة بعضها على بعض، هذه يعني أحفظها. شون نأخذ مثال عليها، شون توضع الفاصلة، مثل عدي لو لم يشير القرآن الكريم إلى قصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هذه الجملة الأولى، بقى شوفوا خلينا فاصلة، شوفوا هذه الفاصلة سموها هاي الفاصلة، خليت فاصلة، تبدأ الجملة الثانية شو تقول، ولو لم تأتي النصوص النبوية الصحيحة والشواهد التاريخية الموثقة لتؤكد هذه الحادثة، باعوا هذه الفاصلة بين جملتين، هيجي هذا توضع وين؟ بين الجمل الطويلة المعطوفة، يعني بعضها على بعض. شنو المعطوفة؟ يعني أحرف العطف اللي هي الواو، هذا شوفوا الواو، هاي الواو أو ثم والفاء، هذا إن أحرف العطف. زين بعد وين توضع؟ قلنا بين الجمل المعطوفة والعبارات والجمل القصيرة المتصلة التي تركب من مجموعها كلام تام الفائدة، يعني شنو؟ يعني بين الجمل القصيرة المتصلة مع بعضها، مثل عندي شوفوا هذا جمعت بين القوي والضعيف، شوفوا فاصلة، والغني والفقير، شوفوا فاصلة يعني جمل قصيرة، والأبيض والأسود فاصلة، والحر والعبد هم فاصلة. زين قايل ما خاب طالب مجتهد، خلينا فاصلة، ولا تاجر صادق، خليت فاصلة، ولا عامل مخلص في عمله، وبعدين نهيته بنقطة، هذه يعني ثانيا بين الجمل القصيرة المتصلة. بعد وين توضع؟ بعد المنادى، حتى تتهيئ السامع لمعرفة ما هو مطلوب إليه، بعد المنادى يعني حرف النداء، عدي الياء هذا مو حرف نداء، وين وقعت الفاصلة؟ شوفوا يا رسول الله وقفنا، ايش خلينا؟ فاصلة، يا رسول الله، شوفوا يا رجل اتق الله، أنا من قلت يا رجل وقفت، خليت فاصلة، بعدين كملت اتق الله، هاي بعد المنادى. رابعا بين القسم وجوابه، شنو يعني معنى القسم وجوابه؟ يعني مثلا أهمية الكلام التي راح نقوله بعد القسم، مثل والله، يعني مثلا حلفت، يعني نقول والله قسمت، وأيضا جوابه، والله وقفت وخليت فاصلة، شوفوا والله وخليت فاصلة، لأكرمن الضيف، بعدين شوف فاصلة، كذلك هسه احنا شنو هذا؟ بين القسم والله لأكرمن الضيف، والله وقفت.
توضع بين أنواع الشيء وأقسامه. الكلام ثلاثة أقسام. شنو أقسام؟ لما اسم وفعل وحرف، إحنا مو نقول اسم خليت فاصلة، فعل خليت فاصلة، وحرف خليت فاصلة. وبعد بين جملة الشرط وجوابه، إحنا قلنا جملة الشرط وجوابه، جملة الشرط اللي هي فعل الشرط وجوابه. شوفوا إن أطعت والديك، شوفوا خليت فاصلة، نلت رضا الله، يعني هذا بين من؟ بين جملة الشرط وجواب، يعني فعل الشرط وجواب الشرط. هذه من هاي الفاصلة. نروح عليها من ثانيا، الفاصلة المنقوطة اللي تكتب فاصلة وجواها نقطة. هذه شلون أسويها؟ هذه وضعت بين جملتين بينهما علاقة سببية، يعني الجملة الثانية تكون سبب للجملة الأولى. مثل شوفوا شلون؟ لقلنا إنها قصة من نسج الخيال، خيال. شوفوا هذا شنية؟ لأن مشاهدها وأحداثها فاقت كل تصور. يعني شنو هاي؟ يعني الجملة الثانية كانت سبب للجملة الأولى، هذه الجملة وهذا السبب مالتها. هذه مثلا شوفوا هاي عندي إنها قصة من نسج الخيال. زين مثلا شوفوا هسه، كافأ المدير الطالب لأنه تفوق في الامتحان. هذه شنية؟ هاي الجملة الثانية سبب للأولى. ليش كافأ المدير الطالب؟ لأنه هو متفوق بالامتحان. زين بعد الفاصلة المنقوطة شلون توضع؟ وضعت بين جملتين أحدهما نتيجة للأخرى، يعني الجملة الثانية هي نتيجة. يعني شوف شلون هاي مثل سبب الثانية على الأولى، هاي نتيجة مثل الشعور بالغربة ومفارقة الأهل والديار. الشعور بالغربة هذه الجملة الأولى، شنو هي نتيجة؟ الجملة الثانية هي نتيجة الأولى. شوف الأهل والديار، هاي شنو هاي؟ هاي نتيجة للأولى، مفارقة الأهل والديار. احنا شنو نقول؟ الشعور بالغربة ومفارقة الأهل والديار، هاي نتيجة للجملة الأولى. الجملة الثانية نتيجة للجملة الأولى. بعد راح ناخذ بس مثال مثال. زين ثالثا النقطة. النقطة شوفوا، كنا نعرف رسم النقطة، توضع هذه العلامة في نهاية كل جملة، يعني النقطة ما بيها مجال، بنهاية كل جملة نقطة. شوفوا ما بيها لا فاصلة ولا فاصلة منقوطة. العمل الصالح يرفع قدر صاحبه، وخليت نقطة، انتهيت من عندها هاي النقطة. بعد رابعا القوسان، هذا القوسان وين يوضع؟ كل دعاء، كل دعاء يوضع القوسان بكل دعاء. مثل شوفوا عدي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا مو صلى الله عليه وسلم، خليت قوسين. عليه السلام خليت قوسين، رضي الله عنه خليت قوسين. أيضا بآيات قرآنية مثلا عندي آيات قرآنية وتوضع بينهما كل الأرقام التي تقع، وكذلك في أرقام الآيات القرآنية. هاي النساء، سورة النساء هاي رقمها مو 33، سورة الحشر هاي 9. زين وين توضع القوسان؟ بالدعاء، يعني عليه السلام صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكذلك بالآيات القرآنية مال الرقم مالت الآيات، وكذلك بالأرقام التي تقع في وسط الكلام. مثل ولد جاحظ صاحب كتاب البخلاء في البصرة عام. شوفوا وهاي مال الولد لازم نخلي وين ولده أو توفي وين. شوفوا هاي القوسان. وأيضا بالكلام المفسر لما قبل، مثل الجنان بالكسر جمع الجنة والجنان بالفتح القلب، هذا يعني بالكلام المفسر. خامسا علامة التنصيص، شوفوا هاي ترمز لها علامة التنصيص. نقول دقق النظر في موضع هذه العلامة لتعرف إنها وضع بين قوسين مزدوجة. مثلا شوفوا إنما المؤمنون أخوة بالآيات القرآنية، إنما المؤمنون أخوة، هاي سورة الحجرات. خليت قوسان علامة التنصيص. وكذلك بينهما ينقل بنصه حرفين من دون تغيير، كالأحاديث النبوية الشريفة مثل قول الرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه الآيات القرآنية هم علامة التنصيص. بقت عندي الشغلة الأخيرة هي الشرطتان. شوف هاي الشرطتان، هاي الكتابة مالتها. تسمى الشرطتان علامة الاعتراض لأن العبارات والجمل الاعتراضية التي يقصد بها التوضيح توضع بينهما. مثل عدف الإمام علي عليه السلام وهو آخر رسول الله عليه الصلاة. شوفوا قلنا فالإمام علي عليه السلام وخليت هذه شرطتان وحدة.
بعد شلون اخلي الشرطه الثانيه؟ هو اخو الرسول الله عليه الصلاه والسلام في المؤاخاه وقبله خليت الشرطه الثانيه. ينام في فراش رسول الله عليه الصلاه والسلام ليحميه من حلفاء الشياطين، يعني المهم هذه الشرطتان. في من قريش فجملة هو أخو الرسول عليه الصلاة والسلام في المؤاخاة وقبلها إذا الشرطتان. كذلك توضع بين الشرطتين العبارات أو الجمل الاعتراضية التي يقصد بها الدعاء، مثل نجح أخوك، وخليت شوفوا خليت هذه الشرطة الشرطتان، رعاها الله وخليت الشرطتان بالتفوق. زين، هذا علامات الترقيم. نجي على التمارين، هي 6 تمارين. التمرين الأول، ضع علامات الترقيم في مواضيعها فيما يأتي. أولا قال تعالى، هذا أنا حليته، علم الإنسان ما لم يعلم. إحنا إيش راح أخلي؟ راح أخلي علامة التنصيص. إحنا إيش قلنا؟ قلنا مو بالآيات القرآنية ولا حديث، خليتها علامة التنصيص، هيات هذا علامة التنصيص، خف من بين هنا، هنا خليتها علامة حتى كتبت لكم إياها التنصيص. خير الكلام ما قل ودل ولم يضل فيمل. شوفوا خليت هنا هاي فاصلة، هاي أول وحدة قلنا خير الكلام ما قل ودل، أني وقفت فاصلة، ولم يطل خليت فاصلة منقوطة، فيمل وخليت يمها نقطة، يعني هذه القسم الأول فاصلة، ولم يطل فاصلة منقوطة، يعني الفاصلة وجوها نقطة، وبعدين هم مخلين نقطة، حتى لو ما مخلين أنا خلي النقطة. جيم، إذا كنت في كل الأمور تعاتب أصدقائك فلن يبقى لك صديق. خليت وين؟ بس فاصلة منقوطة، اللي هي خليت بين أصدقائك فلن، فاصلة منقوطة يعني فاصلة وجواها نقطة. دال، يا بني استمع إلى نصيحة من هم أكبر منك سنا، فاصلة. أنا مو قلت يا بني، إحنا جينا الفاصلة وين تجي؟ بحرف النداء بالمنادة، خليت هنا الفاصلة. ها، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هنا خليت شنية؟ فاصلة، فاصلة بس هذه الفاصلة. واو، قال حكيم لبنيه، يا بني إياكم والجزع عند المصائب، وخليت فاصلة منقوطة، فإنه مجلبة للهم بس فاصلة. سوء ظن بالرب، فاصلة، وشماته للعدو، للعدو. هنا انتهت نقطة، نقلنا النقطة في نهاية الكلام. يعني شنو هنا الواو؟ خليت هنا فاصلة منقوطة، وهنا خليت فاصلة، وهنا فاصلة، وها هي. التمرين الثاني، بين سبب وضع علامات الترقيم في مواضعها في النص الآتي. قال رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. شوفوا هنا ايش راح اسوي. هنا صلى الله عليه وسلم يقول ليش مخلي شو يسموها هذا القوسان، وضعت بينهما ما دام عندي دعاء خليت قوسان. شوفوا هاي علامه التنصيص، احنا قلنا وضع بينهما علامه يعني منقول، يعني هاي علامه التنصيص. زين، بعد ايش عندي؟ هنا الفاصلة، الفاصلة وضعت بين جملة قصيرة، شوفوا شبابك قبل هرمك، وخلينا فاصلة، وهذه هم فاصلة، يعني وضعت بين جملة قصيرة ترتب في مجموع كلام، يعني مفيد في نهاية الجملة التامة، هذه الفاصلة كلهن. آخر شيء شنية؟ النقطة، النقطة شنية؟ قلنا بالنهاية. الفاصلة يعني بين جملة قصيرة مرتبطة بالمعنى. هذا التمرين الثاني خلص. التمرين الثالث، اكتب علامات الترقيم وأسماءها ثم عبر عن كل واحدة منها بجملة مفيدة من تعبيرك. هنا احنا مثل ما قلنا الترقيم يعني يريد علامات الترقيم، اللي هي قلنا الفاصلة، مثلا الفاصلة اللي تكتب هيك الفاصلة، يا طلاب وخليت فاصلة، اجتهدوا كي تنجحوا، يا طلاب بالفاصلة وخليت فاصلة ورا يا طلاب اجتهدوا كي تنجحوا. اثنين، الفاصلة المنقوطة اللي هي هذه ترمز لها، نجح الطالب في الامتحان وأوقف، نجح الطالب في الامتحان وخلي الفاصلة المنقوطة، لأنه درس بجد، وخليت نقطة بنهاية الجملة. النقطة، العلم نور والجهل ظلام، وخليت نقطة بالأخير.
القوسان هذه يعني نقول قوسان ولد الشاعر الرصافي 1875 في بغداد، يعني ولد الشاعر الرصافي القوسان وين؟ يعني بسنة 1875. آخر شيء عندي الشرطتان، الشرطتان اللي هي هذه الشرطتان، نقول أبي مثل هسه أخذنا هذا، شوفوا نجح أخوك، خليت فاصلة، هذا شو يسموها الشرطتان، رعاه الله باعوا الشرطتان بتفوق، يعني تقدرون تأخذون هذه الجملة. زين التمرين الرابع، التمرين الرابع اختر الإجابة الجواب الصحيح من بين القوسين فيما يأتي. ألف، أيها الشباب المستقبل أمامكم، وضعت الفاصلة بعد عبارة أيها الشباب لأنها وقعت أولا بين الشرط وجوابه بعد المنادى. إحنا ايش قلنا أيها الشباب شنو هذا؟ بعد المنادى هذا وقعت. ثالثا بين الجمل هاي شنو هذه أولا أخذناها، خلينا نعيدها. أيها الشباب المستقبل أمامكم، وضعت الفاصلة بعد عبارة أيها الشباب ليش؟ لأنها وقعت أولا بين الشرط وجوابه بعد المنادى. ثلاثة بين الجمل الطويلة المعطوف بعضها على بعض، الجواب الصحيح بعد المنادى أيها الشباب، هاي الفاصلة المنقوطة ونقول وقعت. هذا ألف. باء، توضع بين الشرط وجوابه أولا النقطة الفاصلة ثلاثة الفاصلة المنقوطة، احنا قلنا الشرط وجوابه من هي؟ بس الفاصلة. جيم، توضع الأرقام التي تقع في وسط الكلام بين أولا قوسين شرطتين علامتي التنصيص، لا احنا قلنا في وسط الكلام بس القوسين. دال، لا تصاحب الأشرار لأن صحبة الأشرار تؤذيك، وضعت الفاصلة المنقوطة بعد جملة لا تصاحب الأشرار لأنها وقعت أولا بين الجملتين الثانية منهما سبب للأولى، ثانيا بين الشرط وجوابه، ثلاثة بين الجملتين الثانية منهما نتيجة للأولى. لا، الجواب الصحيح ثالثا الثانية منهما نتيجة للأولى. عيني زين، يقول لك لا تصاحب الأشرار لأنها صحبة الأشرار، هاي نتيجة الجملة الأولى. ها، توضع في نهاية كل جملة تامة المعنى الفاصلة المنقوطة لو الفاصلة لو النقطة، لا احنا عندنا النقطة. التمرين الخامس يقول ارسم خريطة مفاهيم توضع فيها استعمال الفاصلة مثل ما قلنا، ما كتبتها استعمال الفاصلة اللي قلناها هسه قبلها، قلنا اولا يعني هيك الجواب تقولون وضعت بين الجمل الطويلة المعطوفة مع بعضها البعض وتاخذون جملة هذه مثل هسه ما قلت قبل شوية، او ثانيا بين الجمل القصيرة والمتصلة، أو ثالثا بعد المنادى، أو رابعا بين القسم وجوابه، وبين أنواع الشيء وأقسامه، وبين جملة الشرط وجوابه. هذا التمرين الخامس. التمرين السادس أنتوا تكتبون تعبير عن الآخاء فد خمسة أسطر وتخلون بيناتها علامات الترقيم، وكل التوفيق يا ربي.